الرحيم، اهلا وسهلا بكم متابعين قناة المسافرون العرب. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن طريقه الحصول على فيزا الاردن السياحيه سنه 2021. الاردن بلد مليء بالمعالم الاثريه والسياحيه والتاريخيه والدينيه، وهي مقصد سياحي لسكان الدول العربيه كمصر والعراق والسعوديه وغيرها من البلدان العربيه. طبعا قيمة تأشيرة الدخول إلى الأردن هي 40 دينار، تأشيرة الدخول لمرة واحدة لمدة 3 أشهر، لمدة شهر واحد عفوا لمدة شهر واحد عند الوصول. أما في تأشيرة أخرى 60 دينار، تأشيرة الدخول مرتين ولمدة تتجاوز 3 أشهر. وهناك التأشيرة الثالثة وقيمتها 120 دولار دينار قصدي، تأشيرة الدخول أكثر من مرة واحدة ولمدة لا تتجاوز 6 شهور. طبعا جميع البلدان العربية يمكنهم الحصول على التأشيرة عند الوصول في المطار، في مطار الأردن، لأن الأردن أصلا بلد محب للعرب، وأي شخص يحمل الجنسية العربية يمكنه أن يعني يسافر إلى الأردن ويأخذ التأشيرة عند الوصول في المطار. لذلك يمكنك أن تحجز تذكرة طيرانك وتذهب لزيارتها مباشرة بدون أي مشاكل. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم، ولا تنسون بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وضغط لايك للفيديو لكي يصل إلى أكبر عدد من الناس. وإلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عجبك الفيديو؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.